ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الاعلى لصناعه السيارات واكد ان الدوله تولي اهميه كبيره لصناعه السيارات في مصر، ومضت في ملف تطوير وتنميه هذه الصناعه خطوات كبيره من خلال العمل على تشجيع وتحفيز شركات تصنيع وتجميع السيارات. اضاف مدبولي ان الاجتماع الحالي ياتي بعد عقده لعدة اجتماعات وذلك في اطار متابعه جميع الملفات المتعلقه بهذا القطاع ومتابعه موقف الشركات التي تم التوقيع معها لتوطين وتعميق هذه الصناعه في ظل الحوافز التي طرحتها الدوله معربا عن تطلع الحكومه لتحقيق طفره في هذا القطاع قريبا